السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدورة ديالنا ديال لغة البرمجة سي، وبالضبط كنخدموا حابسين حاليا لو كور وكنخدموا لي زيكزيرسيس. حنا دابا في السيري 2 غنخدموا لي زيكزيرسيس نيميرو 5. عندنا نخدموا واحد الالغوريتم قلنا كي ديكلاي غومبليس ان طابلو كونتينون لي سي فوايل ديال لونغ فرونسيز ولا اونغلي ولا ما كيهمناش، المهم راه باين هما سته. دونك نخدموه في بانت كيما ديما سوبريم، يعني نجيو نديرو بعدا اول حاجه شنو خصنا ديما رسم داكشي اللي تحتاجو. خصنا واحد الطابلو اللي فيه هكذا سته ديال لي كاز، كاز زيرو بيان سور، ان بما انهم ستة يعني غنمشيو من الزيرو حتى لسانك، اربعة خمسة هكدا. المهم ديك الالغوريتم كدا بلا ما نديروها، يعني غنمشيو ديك المعقول. نحتاجو واحد طابلو طاب دو سيس، يعني في ستة ديال لي فالور اون كاركتير. نكبرو هادي شوية ونمشيو نديرو الدوبي ديالنا، يعني بوغ الو دو زيرو ا5. شنو غادي دير ليا طاب ديال اي؟ نقدرو ليتيليزاتور نقولو له دخل لينا، ولكن اكونديسيو دخل لينا دوك لي كاركتير، سينو ما لما درناش بوكل بغينا ندخلوهم حنا، يعني راه عندنا الحل الوحيد هو اننا نديرو لهم هاد مثلا هنا ا بعض طاب دو ان. نكوبيو هادي ونجيو نكتبو كل حاجه، جوج تلاته اربعه خمسه سته هنا طاب باردون قلنا كنبداو بطاب دو زيرو، هنا طاب دو ان هي او، طاب دو دو اللي هي اي او اي، وعندنا ايغريك هنا بيان سور، ثلاثة أربعة خمسة. وما تنساوش عندنا ديك لا ديكلاراسيون اللي كنديرو هكذا طاب سيس كتساوي لنا ديريكت، كيمكن ليا نجي اما اقواس يا اما نمشي مشكل مع قفتين، ونجيو ندير هاديك بحال هكدا اه قلنا اي، يعني تا هاد القضية هادي خدامة او، وعندنا اي وعندنا ايكغيك، يعني يا اما كدير هادي اما كدير هادي. قلنا فاش كدير لينيسياليزاسيون ممكن كاع ما ديرش هادي، يعني اوتوماتيك هو كيفهم لانه راه الطابلو فيه ستة ديال وفي لافيشاج كتجي دير فور بالنسبة باش نافيشيوه ديك الساعة لافيشاج، يعني قلنا هاد الطريقة ولا هادي ماشي مشكل. بالنسبة لافيشاج تجي دير بوغ اي الون دو زيرو ا سانك، نديرو écrire table de i fin pour fin algo chiliki. هادشي هذا اللي درنا، نحاولو نطبقوه في لونغاج دو بروغراماسيون. بما انه طابلو دو كاركتير يعني نديرو شار طاب دو سيس، ونديرو يساوي نديرو أ أو إي، عندنا من بعد إي عندنا أو، من بعد أو عندنا أو، من بعد أو عندنا إيكغيك، ياك أي إي أي أو يو واي لونجلي. إلا إكزيكيتيز أخدم ليا الكود ديالي سون أوكان بروبليم، أنحيد ما يعطيني حتى إيرور. هنا كيعطيني واحد الورنين تيقول لي ان يوزد فاريابل طاب، يعني لحقاش مازال ما اتيليزيتوش ديكلاريتو، ما درتش ليتيليزاسيون. نقدر دابا نحيد ديك لا طاي،
لاحظوا الى اكزيكيتيت اكزيكيتا نورمال، يعني ما عندي حتى شي مشكل. انا تيقول لي نوت، يعني غير نوت، يعني غير بحال نوت، تنقولوا نوت نوطي بيان النير انيسيليزين فور طاب، يعني بحال النير انيسيليزين هي دي اللي درت انا، ما عطيتوش لاطاي ولكن هو راسو كيفهم بانه عندي 6. افضل نعطيو طاب دو 6 ونجيو هنا هادي راه ديكلاراسيون وهذا هو لافيشاج، لافيشاج دو طابلو. ونجيو نديرو ديك فور اي تساوي زيرو اي اصغر قطعة من 6 اي بيس بيس. حنا دابا ما بغا نديرو والو، نقول يا سيدي افيشي لنا بيان سور بالسي، ما افيشي واش بدي طاب دو اي، ونديرو ديك بورسون اونتي سلاش ان باش نرجعو لالي اكزيكتيو الكود ديالنا. باردون خصني نديكلاري واحد الاي مزيان، هاد لي زيرور مرة مرة نطيحو فيهم باش نتفكرو. كيما كتلاحظو ها هي ا او اي او يو او ايكغيك، لاحظو هاهو تيعطيهم ليا. دابا لاحظو ما يعطيني حتى شي ايرور لتحت، مبقاش هاديك فاريابل كنت مديكلاري مخدامش بيه، انا دابا ان خدمت بيه طاب دو، يعني هاديك غي وورنين. تيقول كنت انت راك ديكلاري شي حاجة اللي مخدامش بيها، مبقاش تقدر تخدم ديكلاري شي فاريابل تكون محتاجه فواحد الوقيتة وشوية تنسى انك ما تخدمش بيه اولا ما تحتاجوش، يعني تيعطيك داك الوورنين باش انك تسيبريمي بما يبقاش هادلك ليسباس ميموار. هدا هو هادشي اللي قالولنا نديرو فهاد سميتو درناه. بالنسبة لنا دابا خدمنا ليكزارسيس نيميرو 5، دابا نشوفو ليكزارسيس نيميرو 6. الإخير أن ألغوريتم كيديك لا غانطابلو دو 9 نوط، 9 ديال النقاط، دونطون في أنسويت سيزيغ لي فالور باغ ليتيزاتور، يعني ليتيزاتور هو لي دخلنا دوك لي نوط، وغادي نحسبو إفيكتيو الكالكيل مويان دي نوط سوا إفيكتي إي أفيشي أليكو. غنحسبو المويان ونأفيشيوه ليتيزاتور. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وأنا أكيد أنك هاد البروغرام ما تلقاش فيه مشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.